أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي مع المراجعة ليلة الامتحان الرابعة. في حضرتك 3 ليالي امتحانات قبل ديت، أول واحدة اللي هي سؤال رايتنج، وتاني واحدة أول 3 وحدات، وتالت واحدة 3 وحدات اللي بعد كده، ودي الرابعة من أول يونت 7. نبدأ إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. أول جملة the first sentence: Do you prefer books about نقط أو فيكشن؟ هل أنت تفضل كتب عن نقط أو الخيال؟ يبقى facts الحقيقة، أما كلمة truth دي يعني حقيقي، لكن facts اللي هي الحقائق، الفيكشن اللي هو الخيال. Clerk was also famous for being a نقط consultant. Clerk كان مشهور إن هو مستشار scientific علمي. Which science fiction films have you seen؟ أي فيلم خيال علمي أنت اتفرجت عليها؟ What do you think of them؟ وما رأيك فيهم؟ Do you know any science fiction stories that have not true؟ هل تعرف أي قصص اتحققت من دول؟ Come true. Radar was being used for the first time to help planes to not. الرادار كان بيساعد الطيارات لأول مرة عشان land تهبط. Many science articles by Clerk had been published. كثير من المقالات بواسطة Clerk تم نشرها in magazines في المجلات قبل ما الحرب تنتهي. Clerk's science fiction الخيال العلمي القصص بتاعته were also published in magazines. Scientists and not knew that Clerk's اللي هم مين؟ Technicians الفنيين رقم دي. كانوا يعرفوا عن كلارك والساتلايت والحاجات دي. رقم 9، كلارك was asked to work on a film for the famous نقط ستانلي كابريك. كلارك طلب منه شغل ان هو يشتغل في فيلم مع مخرج مشهور. The film has been watched by many millions of people. الفيلم تمت مشاهدته بواسطة ملايين الناس since it was not in 1968 من ساعة ما اتعمل في 1968. Scientists were using radar كانوا بيستخدموا الرادار for the first time لأول مرة to help the planes to land تساعد الطيارات للهبوط. Publishers الناشرين had published many science not كانوا بينشروا طبعا science article مقالات علمية. Publishers also published his science fiction كانوا بينشروا الخيال العلمي بتاعه in magazine. Scientists and technicians كانوا بيعرفوا ان هم يسألوا clerk about not and satellite space ships سفن الفضاء. كل الجمل دي موجودة بين السطور في كتاب مدرسة، خلي بالك. نكمل 15. Stanley Kubrick ده اللي هو المخرج asked clerk to work not a film ان هو يشتغل على فيلم work on. People asked clerk not on a film سألوه برضو to work اشتغل على فيلم. Many millions of people ملايين الناس have watched the film اتفرجوا على الفيلم since Stanley made not لما عملوا in 1968 made it عايدة على الفيلم. There are now parts of space في أجزاء من الفضاء that scientists have named سموها بعديه اسمها named after. الكلمة دي مهمة جدا، named after يعني اطلقوا الاسم على عالم مثلا بعد ما يموت، جامعة زويل مثلا يبقى اسمها ايه؟ named after. By last summer على الصيف اللي فات the new factory المصنع الجديد had been built تم بناء. رقم 20. When father returned home لما ابويا رجع البيت his dinner was being not العشاء كان بيتعمل made. I had waited not the garage at the garage استنيت في الجراج. My mobile was lost in not club الموبايل بتاعي ضاع في النادي الرياضي sports club. The first rocket was sent أول صاروخ تم إرساله into space إلى الفضاء.
12 people have been sent to work on the moon. 12 شخص تم إرسالهم لتمشوا على القمر. The adjective of moon. الصفة بتاعت moon. كلمة lunar. أما الشمس sun اسمها solar. شمسي. دي مهمة جدا. وبيحصل لهم eclipse. خسوف والكسوف. خلي بالنا من الكلمات دي يا جماعة. Many space ships. كثير من سفن الفضاء had نقط to the moon. أكيد طبعا سافرت للفضاء. Flown. The dark نقط of the moon. الجانب المظلم القمر. Side. 27. Do you think that people will travel to different planets in the future? هل تعتقد الناس سوف تسافر لكواكب مختلفة في المستقبل؟ The word different. كلمة different مختلف. هنا جايب معنى متنوع. لا نفس المعنى بتاع كلمة ايه؟ Various. يعني متنوع. What problems do you think people would have not long space journeys? المشاكل اللي تعتقد الناس هتلاقيها في رحلات الفضاء الطويلة. On. The astronauts, رواد الفضاء, had problems with parts of the spaceships. كان عندهم مشاكل في أجزاء من سفينة الفضاء. That not with the earth. اللي بتيجي مع earth مع كلمة with communicated اللي كانت بتتواصل مع الفضاء. Bowman had a big problem. ده اسم واحد كان عنده مشكلة. When Paul was killed. لما بول اتقتل. Then the air started to not from the spaceship. دي سفينة الأوديسا. قصة الأوديسا موجودة في كتاب مدرسة. الهواء بدأ disappear يختفي. Not means parts of machines that used to make it work. أجزاء من الآلة تستخدمها عشان تشتغل. يبقى انت بتعمل ايه كده؟ controls بتحكم فيها. The adjective horrified الصفة بمعنى خايف is a synonym of the word. ليها نفس المعنى بتاع كلمة ايه؟ واحد خايف. يبقى شد مصدوم مرعوب. Not means to tell someone you will hurt them or cause serious problems for them if they don't do what you want. معناها تقول لشخص ان انت هتأذيه او تسبب له مشاكل خطيرة لو ما عملش اللي انت عايزه. يبقى انت بتعمل ايه كده؟ threaten بتهدده. Zero gravity انعدام الجاذبية means without the force بدون القوة that makes objects والتي تجعل الأشياء fall to the ground تسقط الأرض. Why were the three astronauts being looked after by Bowman and Paul؟ لماذا الثلاث رواد الفضاء كان بيعتني بيهم ببومان وبول؟ The verb look after. Look after يعتني بيه. Has the same meaning as. دي نفس المعنى بتاع مين؟ Take care. Take care of yourself. خد بالك من نفسك. Look after yourself. خد بالك من نفسك. They were sleeping on the Noah journey. كانوا نايمين في الرحلة الطويلة. زي يبقى أنا عايز أوصف الرحلة. يبقى the long. هل ده اسم الكمبيوتر. Was an extremely intelligent computer on a spaceship. كان كمبيوتر ذكي على سفينة فضاء. The adjective intelligent is antonym عكسها عكس كلمة intelligent. يعني واحد ذكي العكس بتاعها uneducated غير متعلم يبقى جاهل. Why did Hull لماذا الكمبيوتر Hull interrupted Bool قاطع Bool's video message الرسالة بتاعته. Hull interrupted to say أطعط that's a part of spaceship إن في بعض الأجزاء من سفينة الفضاء اللي بتبعت المسج on earth was about to قربت تفشل fail. Why was it easy for Bowman to not لماذا كان من السهل ان بومان يغير الجزء بتاع السفينة change سفينة الفضاء. Bowman was used to was used to يبقى الفعل في ing working. Why did Bowman and Bull decide to contact Earth? يتصلوا بالأرض. لكن communicate يجي مع with. Communicate with. Communicate with تواصل مع. 44. Bowman and Bull اعتقدوا that it was strange في حاجة غريبة
that there were problems في مشاكل على سبيس شيب. The word strange كلمة غريب لها نفس المعنى بتاع كلمة ايف دول، خلي بالك influential مؤثر هو معنى كلمة strange. What not to pool اللي حصل لبول، what happened. The spaceship suddenly moved سفينة الفضاء اتحركت moved not and killed him moved forward إلى الأمام. Bowman made Hull جعل Hull يساعده to wake the astronauts يصحر رواد الفضاء. So he threatened هو هددته to cut his knot يقطع ليه الأسلاك wires. Why did Bowman have to run to an knot room ليه جري ناحية غرفة الطوارئ emergency room. The knot was falling الضغط كان بيسقط والهواء كان بيختفي يبقى الضغط اسمه ايه pressure. 50 Why did Bowman لماذا بومان اعتقد that the computer was trying to kill him ان الكمبيوتر بيحاول قتله. The verb kill means not of life كلمة kill يقتل يعني يحرمك من الحياة اللي هي كلمة deprive deprive يعني يحرم. احفظ 51 Because Paul was killed outside the spaceship لأن اتقتل بره سفينة الفضاء and now the air was disappearing والهواء اختفى. هل could not these things هل قدر يتحكم في كل الحاجات دي control. Do you think that the computer could ever not wrong يحصل له حاجة غلط go wrong والماضي بتاعها went wrong خلي بالك. Do you think that science fiction هل تعتقد ان الخيال العلمي ممكن يحصل يبقى يعني حقيقة في المستقبل. Space exploration استكشاف الفضاء is a waste of time and money مضيعة للوقت والمال. We should use money نستخدم الفلوس to solve ولا save ولا produce ولا cause ولا make. Not problems on earth نحل طبعا المشاكل بتاعة الايه اللي على الارض solve. Every one knot has been explored. Everywhere, sorry. كل شيء على الأرض تم استكشافه. On Earth. لكن الفضاء لسه طبعا. In the future, في المستقبل, when there are too many people on the Earth, لما بيكون في ناس, عندما يكون في ناس كتير على الأرض, we will need to move into space to knot. هنضطر نروح الفضاء to survive. ننجو. لما يدمروا الأرض بقى. One day, space travel will be not بعد في يوم من الأيام هيكون سفر الفضاء ده common شائع ومشهور. People have not the earth الناس استكشفت الفضاء explored. Computers translating languages is an example of not intelligent ترجمة اللغات عن طريق الكمبيوتر ده نوع من أنواع الذكاء الصناعي artificial intelligence. ركز كلمات مهمة جدا. Email not from the bank is an example of artificial intelligence. لما يجي لك email يحذرك مثلا تحذير البنك ده عبارة عن ذكاء اصطناعي artificial intelligence. نخش في الجرامر. By فترة زمنية في الماضي لما مبني المجهول في الماضي التام على طول had been built. When أداة ربط ماضي بسيط يبقى الناحية التانية حاجتين أو أكتر من حاجة ماضي تام أو ماضي مستمر حسب المعنى. لما أبويا رجع البيت العشاء كان بيتجهز يبقى was being made. I had waited the garage until my car not استنيت في الجراج لحد ما عربية اتصلحت was repaired. My mobile in the sports club yesterday الموبايل بتاعي ضاع امبارح في النادي يبقى was lost ماضي. The first rocket أول صاروخ 1944 the bus symbol was sent طبعا. 12 people 12 شخص ماتوا أو سوري تم إرسالهم يتمشوا على القمر have been sent تم إرسالهم. Many ships not to the moon before في عندك before يبقى قبلها ماضي تام had flown دي مش مبني مجهول مش passive دي active. The dark side of the moon could
First، أول الجزء المظلم للقمر تم رؤيته عن طريق صور 1959. طبعا كودي مبني المجهول يبقى بي والتصريف التالت، كانوا كودو شال وشود ومي ومارت ماست هاتو والود كلهم بياخدوا بي والتصريف التالت. New bridges built in Cairo recently. Recently so far before since over yet the present perfect. مضارع تام، مضارع تام في المبني المجهول يبقى have been built. كباري مش تبني نفسيها. When we arrived at the hotel، لما وصلنا الفندق، our room، الحجرة بتاعتنا، كانوا بيجهزوها، هتصنعت على بعض، was being prepared. The computer not by the teacher yesterday. Yesterday بس simple، ماضي بسيط، يبقى was fixed. والكمبيوتر مش هيفحص نفسه، مبني مجهول. The house not before the party، في عند حياتك before، يبقى قبلها ماضي تام. والبيت مش هيزين نفسه، ماضي تام مبني مجهول، had been decorated. نيجي بقى لحياتك الأسئلة الصعبة بتاعت منصة نجوى، نجوى بلاتفورم. Which tense is being used in the example below؟ إيه الزمن اللي بيستخدم في الجملة تحتيك؟ Radar was being used، الرادار كان بيستخدم. Was و being و تصريف تالت، يبقى past continuous active ولا past continuous passive؟ passive مبني المجهول. Which is the passive form of the following sentence؟ طلع الجملة الباسيف. By the last summer the new factory had built، والمصنع يبني نفسه، وقلنا باي فترة زمنية في الماضي، ماضي تام، يبقى had been built، يبقى كان بي. Someone knocked my wallet and left it at the reception، في حد لقى المحفظة وسابها فين؟ في عند موظف الاستقبال. لو تلاحظ left في الماضي يبقى لازم الفعل اللي قبله في الماضي، مفيش غير had found. Is found لأ، was found، someone هو اللي اتشاف، هو وجد، جملة معلومة. On the soccer field في ملعب كرة القدم، his remarkable skill مهارته الملحوظة في الشوط، passes and runs not by Pelé once، مهارته وشوطه والحاجات دي يبقى وير شون، تم إظهارها بواسطة بلاي. بلاي أحسن لاعب في العالم في كرة القدم. My mobile was lost، الموبايل بتاعي was lost، تم فقده في النادي. This sentence هل هي active ولا passive؟ مبني المعلومة ولا مبني المجهول؟ طبعا passive. After the home site not 3-2 in thrilling football match، بعد الماتش العودة اللي هو 3-2، the winner players not by the sport supporters، بعد ماتش العودة فازوا يعني، تم تحييتهم بواسطة supporters هم المشجعين. ها يبقى won were cheered up. The results of the research، نتيجة البحث بتدل على presently several East Asian countries، إن بعض الدول الأوروبية بتتطور بسرعة، بعض الدول آسيوية. results نتائج جمع يبقى indicate، وإن الدول دي بتتقدم rapidly بسرعة يبقى ده present continuous يبقى indicate و are developing. the money الفلوس، في عندك تصريف تالت يبقى الفلوس مش تسرق نفسيها، وفي عندك if يبقى يف مضارع اول والمصدر بس لما ابني المجهول يبقى اول بي. ذا فيلم مش هيتفرج على نفسه، مفيش غير واحده بس هي اللي باسيف. بص كويس كده، وفي عندك از سهله جدا، از جوينج تو بي سين، از فوق اهي هيتشاف. The fire not an electrical fault، النار تسببت بواسطة خطأ كهربي، هي النار هتسبب نفسها يبقى مبني مجهول، was caused by. These boys الأولاد دي جمع، والأولاد يبقى مبني المعلوم،
The missing child. وجدوا الطفل التايه. وجدوا الماضي من find found. The eclipse اللي هو كسوف الخسوف. By everybody. بيتشاف بواسطة كل واحد. يبقى هي السين. يونيت 8 معلش هاخد ريست. يونيت 8 ساينس اند ساينتست. What problems might you not if you use your mobile phone a lot؟ ايه المشكلة اللي ممكن تواجهها لو بتستخدم الموبايل كتير؟ have يونيت ده فيه كلمات مهمة جدا يا جماعة. How big are the dangers from the mobile phone and phone not؟ ايه الاخطار اللي بتيجي من الموبايل فون والشبكات اللي تحط على البيوت؟ ماستس. Scientists don't think the dangers are very big. العلماء ما بيعتقدش الخطر كتير. Because the not sent to and from our phones are too weak. لان الاشارات اللي بتيجي من موبايلنا وتروح لها ضعيفة. Signals. Signals sent from masts. اما الاشارات اللي بتتبعت من شبكات المحمولة على البيت are stronger. قوية. But there is no not. مفيش اي دليل على الكلام ده. Proof. يعني ممكن تسبب مرض. Scientists العلماء think يعتقدوا that the mobile phone signals الإشارات الموبايل فون are too weak إن هي ضعيفة إن هو damage our health تدمر صحتنا. Mobile phones haven't been around long enough to be certain. Parents الوالدين should لازم يحددوا كمية الوقت اللي الأطفال يقضوها على الفون limit. People who live near mobile phones الناس اللي بتعيش جنب الموبايل فون مثل الشبكات المحمول worry بيقلقوا about what the radio not الأمواج اللاسلكية radio waves. Some people have تشتكي about feeling tired إن هي بتتعب وبيجيلها صداع ممكن يجيلهم cancer لا قدر الله يبقى complained بيشتكوا. In the experiment في التجربة the mobile phone mast was only turned on شغلوا شبكة المحمول 10 أيام بعد ما التلاميذ عزلوا. The students probably felt ill التلاميذ احتمال شعروا بمرض because they worried كانوا قلقين عن worry بتيجي مع about. To be safe لكي تكون آمنا scientists believe يعتقدون that mobile phone masts should be not in high or remote area لازم يشغلوها ويسطبوها في مناطق عالية أو بعيدة. Do you know that mobile phone signals might damage your health؟ هل أنت تقلق إن الموبايل فون masts دي ممكن تدمر صحتك؟ طبعا. Do you think that people spend too much time بيقضوا وقت كتير نوعز الموبايل فون على الموبايل فون بتاعهم on؟ would you want to sleep تحب تنام جنب موبايل فون شغال؟ كلنا بنعمل كده. Do you think that the experiment هل تعتقد ان التجربة اللي اتعملت على التلاميذ was useful مفيدة؟ The experiment proved برهنت ان the people were about the the effect of mobile signals الناس اللي هي قلقانة عن إشارات الموبايل even if the signals didn't not them حتى لو السيجنالز دي ما عملت لهمش أي حاجة didn't do. دو بيجي معاها كلمة harm ودو damage. Why is it important ليه مهم الأبحاث the possible not of illness اللي بتسبب المرض causes. Because in that way عشان الطريقة دي we can find possible بنلاقي علاج للأمراض دي cures. What did Van Helmont want to find ماذا كان يريد أن يكتشف find out. What was the not food إيه هو الجزء المخفي في الطعام الطاقة اللي بتيجي من الشمس يبقى invisible ممكن invisible دي يعني غير مرئي أقول لك كورونا فيروس is invisible فيروس كورونا غير مرئي. How are leaves like factories كيف أوراق الشجر تبقى عاملة زي المصانع
because they know everything they need. لما بينتجوا كل حاجة الشجرة عايزاها، النبات عايزها، produce. It had been thought من المعتقد that plants got their food بياخدوا الطعام بتاعهم من التربة. Another meaning for soil. هات لي كلمة تاني بمعنى soil. اتفضل. تربة، تربة يعني ايه؟ اللي هي الأرض، land. فان هيلموت قرر ان هو يعمل التجربة بتاعته to note people's idea. تو يبقى الفعل في المصدر، تشيك، يفحص. How was the tree different after the experiment؟ الشجرة كانت مختلفة ازاي بعد التجربة؟ It not more، وزنها زاد. Weight. After his experiment، بعد التجربة، فان هولموت اعتقد ان الشجرة وزنها زاد جاي من المية. The word extra، extra يعني اضافي، ليها معنى بتاع كلمة ايه؟ additional، additional يعني اضافي. Sugar is the food، السكر هو الطعام. That is not by plant leaves، ينتج بواسطة أوراق الشجر بتاعة النباتات، produced. Plants can produce their own food، النباتات ممكن تنتج طعامها والأكسجين بتاعها. What else they can أو can benefit، benefit يعني يستفيد، benefit بيجي مع حرف الجر from، يستفيد من. الناس والحيوانات والحشرات والنباتات بياخدوا الطاقة ويتنفسوا، يبقى عايز verb، تنفس يبقى breathe اللي فيها إي، أما من غير إي تبقى noun، اسم. في النهاية فان هولموت experiment is the soil the same، the same بيجي معاها كلمة is، نفس. The experiment بينت إن الوايت that was أي حاجة معنوية بتاخد كلمة gain، gain weight يكتسب وزن، gain experience يكتسب خبرة، gain knowledge يكتسب معرفة. What is produced by a planet's snot، ما الذي ينتج بواسطة ورق الشجر، الأكسجين والشجر، الأكسجين والسكر، يبقى ورق الشجر هو اللي بينتج الأكسجين والسكر. Oxygen is not into the air، يتم إطلاق سراحه في الهواء، released، بتيجي مع الحيوانات، يقول لك تم إطلاق سراح بتيجي مع المجرم، released برضه. Why do you think that it had been thought، من المعتقد النباتات بتاخد الأكل بتاعها من الصويل؟ Because plants، النباتات usually grow in، النباتات بتنمو فين؟ soil، في تربة. Why do you think that Van Helmont، لماذا تعتقد أن Van Helmont جفف التربة، dried؟ احنا نعرف ان وزن التربة not the soil with the water، مش من المية. اذا كلمة weight، the word weight لها نفس المعنى بتاع كلمة ايه؟ سهالك كده، tonnage، غريبة عليك شوية. Van Helmont used rain، استخدم مطرة، مية المطرة، because it is clean، لأنها نظيفة وطبيعية، natural. Van Helmont قرر يستريح، sorry، to test، يختبر، نقط وز experiments، نظرية بتاعته، theory. What might people still think about plants؟ ماذا ما زال الناس تعتقد عن النباتات if scientists hadn't not experiments؟ كلمة experiments تاخد دو، يبقى done. I have heard that the ancient Egyptian had illness، سمعت ان المصريين كان عندهم مرض that were similar to our today's، وهو كان شبيه لي اللي بتاعنا اليومين دول. Is that correct؟ هل هذا صحيح؟ Why are experiments so important for scientists؟ لماذا التجارب مهمة للعلماء؟ The word experiments، كلمة experiments لها نفس المعنى بتاع كلمة trials. Experiments are the way، هي الطريقة that scientists prove، بيبرهنوا، or not science ideas، بروف أو disprove، يبرهنوا أو ما يبرهن، يعني عكس يبرهن، يثبتوا أو ميثبتوش. إذا كان الحاجة دي كده،
What should scientists do to not sure? يتأكد make sure سهلة. Scientists should record details. لازم يسجلوا التفاصيل. Not experiments. ويعيدوا التجارب. Repeat and repeat. Discovers as Einstein's theory of general. نظرية النسبية relativity بتاعة أينشتاين. Continental not and the plate tectonics global warming ده كله اسمها تجارب والدي ان ايه والحاجات دي والبنسلين والانتبيوتكس والاتش اي في فيروس وكل ده اكتشافات والانترنت. It's expected سوري 47 what new scientists discovers ايه الاكتشافات العلمية do you hope or expect will be not in the future هتتعمل او هيتم اكتشافها في المستقبل ميت. It is expected متوقع to make new discoveries يعملوا اكتشافات جديدة as a cure لعلاج ال HIV AIDS والالزهايمر ديزيز والكانسر and other نوع diseases والعلاجات التانية اسمها ايه terminal الامراض التانية اللي ما لا نهاية. What are the most serious problems that could be solved by scientists؟ ايه المشاكل الخطيرة اللي ممكن تتحل بواسطة العلماء؟ The word serious. Serious معنى خطير. ليه معنى تاني؟ تفضل بقى كده شوف. Cunning يعني maker. Ease يعني يريح. Open-minded يعني عقل متفتح. مفيش غير كلمة ايه؟ earnest. كده بتساوي كلمة serious. خطيرة او جاد. Problems as global warming water. نقص المياه ودي المشكلة اللي انا بلاقيها بعد كده في المستقبل. Shortage. To make the word infected. كلمة infected يعني يعدي او معدي. Negative. عايز تخليها negative. نفي. بنضيف كلمة ايه؟ un. Uninfected. غير معدي. To make the word tolerant. Tolerant يعني متسامح. طب عايزها negative يعني عكسها. يبقى اسمها ايه؟ in tolerant غير متسامح. منال had an accident منال عملت حادثة. But she is okay هي تمام. She was not يعني تمام يبقى ما اتصابتش. Uninjured. When you write an email to a friend ما بتكتب ايميل لواحد صاحبك بتكتبه بطريقة رسمية ولا غير رسمية؟ يا شيء يا زميل يبقى غير رسمي informal. لكن تكتبه لواحد رئيسك في العمل حضرتك سيادتك. The information is not correct. هذه المعلومات غير صحيحة. It's not. كلمة عكس كلمة غير صحيح. Inaccurate. غير دقيق. Accurate يعني دقيق. To make the word intelligent negative. لو عايز تجيب عكس كلمة intelligent أو النفي بتاعها. تبقى اسمها unintelligent. غير ذكي. The small child talked rudely. Rudely يعني بوقاحة. يبقى هو غير مؤدب. Impolite. Life on other planets اللي عايش على الكواكب التانية alternative renewable source of energy. محلولة أصلا. Not you tell me something about what was eaten at the time. ممكن لو سمحت تقولي تسأل بعدها. Can you tell us? And is it not that they didn't eat much meat? وهل حقا ان هم ما كلوش لحمة كتير؟ Is it true? نكمل الباسيف. ده أسهل يونت. بص بروحة كده. Get مفعول عاقل يبقى to المصدر. Have مفعول عاقل يبقى مصدر. الاثنين get و have مفعول غير عاقل يبقى تصريف تالت. اهو to المصدر يبقى get. They had 10 students. ادي had مفعول عاقل يبقى الفعل في المصدر. Move. Had مفعول غير عاقل يبقى تصريف تالت. Turn it. Should be غير فعل في المصدر يبقى have. بس من غير ما اقرا الجملة حتى. Telcosative. It's probably a good idea for people who live close الناس اللي عايشة على شبكة المحمول. Get
جيت ومفعول غير عاقل لهيلث كتصريف تالت checked. مريم وذا ويندوز ووجد. ويندوز شبابيك غير عاقل وتصريف تالت يبقى تنفع جيت وتنفع هاف. طب مريم مفرد يبقى جيت المفروض فيها اس يبقى لازم تاخد هاف يبقى هاز. وجيتنج ما تنفعش يبقى بقت معاك كلمة ايه هاد. علي ويل جيت جيت والعربية غير عاقل يبقى تصريف تالت ريبيرد. مفعول عاقل وطول مصدر يبقى جيت على طول. مصدر ادي هاد وادي مفعول عاقل شيماء يبقى مصدر تايدي. جيت والتقارير غير عاقل وتصريف تالت تايبت. دينا نقط ذا فلات كليند افري ويك. افري يبقى مضارع بسيط يبقى انا عايز جيتس عشان دينا مفرد او هاز اهي. عادل اولويز هيز كمبيوتر فيكسد. عادل مفرد وبرده ياخد هاز عشان تصريف تالت كمبيوتر غير عاقل. فريدة نقط هربات تو سبولت. السنة غير عاقل وتصريف تالت يبقى تنفع هاد وتنفع جوت يبقى بوز اوف زن. ذا بارك مانجر نقط ذا بلانتس ووتر افري داي. ده مفرد والنباتات وتصريف تالت يبقى تنفع جيت وتنفع هاز والاتنين مفرد يبقى جيت وهاز يبقى ايه وبي يبقى الإجابة ايه وبي مع بعض. لم يا ويل يبقى رفع في المصدر. نقط هاوس ديكوريتد. يبقى تنفع ويل جيت ويل هاف. ادي ويل هاف وادي ويل جيت يبقى بي اند سي. I not my cut here yesterday. yesterday يبقى must simple وهنا مبني يبقى منفي يبقى didn't have. my mother always ادي always سبت منها دي has ومفعول غير عاقل يبقى تصريف تالت cleaned. I not my car checked. my car عربيتي غير عاقل و check تصريف تالت يبقى تنفع have وتنفع get بس هنا بيفور يبقى قبلها ماضي يبقى هاد. Grace always not her brothers not their pits. ركز. مفعول عاقل brothers يعني طول مصدر او مصدر ماشي يبقى دي تطلع بره. وولوز دي مضارع يبقى هتطلع بره ودي تطلع بره. اتفضل لك دي ميكس عشان اولوز. بص انا بحل ازاي. The Harrisons not the printer not their house every day. يبقى every day ده مضارع وهاريسونز جمع يبقى دي هاف والبنتر مفعول عاقل يبقى فعل في المصدر. Watching the Olympics often motivates children بيدافع بيعمل دافع للاطفال to play ان هم يلعبوا. We use causative. ركز كده بنستخدم الكوزيتيف امتى؟ ان نخلي حد او شيء يحدث. حد يعمل لنا حاجه او شيء يتعمل يبقى someone or something caused something to happen. رقم ايه؟ in the future في المستقبل. the company الشركة will not let. let بيجي رفع في المصدر على طول يبقى work. the firm بمعنى الشركة وبتيجي بمعنى قاسي. wants its product عايز المنتج بتاعها متعبي package several. استلمت text message من تيكش yesterday وذكر ان they have equipment shipped اللي هم شحنوا المعدنين. شيب مش معنى سفينة معنى يشحن ده فعل verb. respond with the passive causative. اعمل الجملة دي passive causative. سيبك تفكر.
بعدي I had ومفعول غير عاقل وتصريف تالت I had 8 messages. I have a headache. عندي صداع. What should I do? أعمل إيه؟ تفضل أعملها positive. ترد عليه تقول له إيه؟ You should have it examined by a doctor. ما أنت مش تفحصه بنفسك. لو تطلع رقم إيه؟ My camera broke. كاميرا اتكسرت. Why still I have warranty. لسه عندي ضمان. What should I do? أعمل إيه؟ يبقى you should have get it repaired. روح صلحها. مش صلحها بنفسك. You should have it repaired. Replaced or repaired. My guitar needed to be tuned last week. الجيتار بتاعي كان محتاج ان هو يتعمل له يظبط بتاعته النغمه بتاعته so وديته لحد يعمله لي. I got mean guitar tuned by a friend. ناخد ريست شويه معلش سامحوني. Unit 9 finding work اللي هو بتاع فريلانس وندر ولايسنس والحاجات دي مهمة برضو. I know not if you could tell me why you are leaving your uncle's company. أنا بتساءل ليه بتقول إن أنت سايب شركة عمك وندر. Do you have a driving license؟ عندك رخصة قيادة؟ Does your uncle know that you are trying to find another؟ another يجرى اسم مفرد يبقى job. لو jobs يبقى other يجرى اسم جمع. What do you want to work not اللي انت عايز تشتغل عندنا for us work for اشتغل على الشيء او الشركة work as يجي بعدها الوظيفة. Why do you think you would be good for the job هل انت جيد للوظيفة ليه بتعتقد كذلك. How would you feel كيف سوف تشعر if we asked you to work ان انت تشتغل in another part of country تشتغل في حتة تاني في المدينة. نقط الكسندريا يونيفرستي في جامعة اسكندرية يبقى ات مستر فارغ نقط هيز درايفنج تيست لاست يير اجتاز باظت مانجد تيجي معاها تو سكسيد بيجي معاها ان ركز معنى اجتاز برضو. مستر فارغ بيقول هي ويل بي جود ات ذا جوب هيكون جيد في الوظيفة لانه عنده ضمير حي كونتينيوس وركر عامل ذو ضمير حي. مستر فارغ The company will tell Mr. Farag the نقط of interview. Sorry. Mr. Farag says he will be good at the job. هيكون لأنه شخص اجتماعي. Sociable. The company will tell Mr. Farag the نقط of the interview. هيقول نتيجة ليه المقابلة. يوم السبت بالليل on Saturday morning. If a نقط asked you. يبقى المحاور. لو سألك. Interviewer. Sorry. You have been not a job. تعرض عليك وظيفة. Offered. The interviewer reported. بلغك. What was said at the interview. اللي اتقال في المقابلة. Would like to go. لكن like بس يبقى going. You know it very well. جات لك في الامتحان. تجريبي. حل كويس. يبقى did. He won an award for not great. خد جايزة على أعلى درجة يبقى highest degree. He works not the day person بيشتغل فيه مركز رعاية نهار يبقى in. He is only not in English. هو طليق فقط في اللغة الإنجليزية fluent. What IT skills؟ إيه الIT skills اللي عندك؟ D-O-B اختصار كلمة ايه؟ دي سهلة date of birth طلعها من تحت
دي او بي date of birth تاريخ ميلادك. نقط standards ادي بي of arts اختصار لكلمة ايه بيكلوب اوف ارتس يعني لسانس اداب اولها بي باهي لكن بي اتش دي الدكتوراه. What should you not focus لازم السي في بتركز على ايه focus on you should focus لسه حالينها on تركز على. Do you think that أحمد فوزي هل أحمد فوزي would be good هل هو هيكون مرشح كويس لوظيفة candidate. He is studying English بيدرس إنجليزي at the university في الجامعة and is fluent هو طليق في اللغة in the language. He has worked not of the school magazine. School magazine مجلة يبقى محرر editor. He probably has a good knowledge. هو عنده معلومة كويسة of نقط من الموضوعات المتعلقة بالمجلة يبقى topics. What not experience does أحمد فوزي have? What work experience تجارب العمل. He has grade 5 computing exam and experience in using Microsoft Office. مفيش ولا إجابة تنفع أصلا دكتوراه. مفروض ماجستير يعني. مفيش إجابة تنفع يعني. Sorry. What qualities do you think that Ahmed has? Sorry. What sports does Ahmed play? Play, practice, do. كلهم ينفعوا. All of them. كلهم معنى يمارس رياضة. What qualities and صفات do you think that Ahmed has which make him a good football captain? لا كده مفيش إجابة هنا في جمل خطأ هنأسف كده حوالي واحد دي غلط. He cares for people and he enjoys meeting other people بيهتم بالناس وبيستمتع بمقابلة ناس تانية تاجر المصوت المسعف المرشح للانتخابات أو مرشح لوظيفة برضو مفيش عندنا كده الجمل دي مش راكبه مع بعضيها فيها خطأ نأسف على الخطأ. نبدأ من الجملة 39. Why do you think that not look for both kinds of skills حل اللي فيها طيب 38 ماشية سهل. One of the personal skills إحدى المهارات الخاصة is not having driving license يبقى عندك رخصة قيادة. What do you think the not look for both kinds of skills and hard personal أصحاب العمل بيدوروا على المهارات والمهارات الشخصية مين أصحاب العمل employers employers بدوروا على الناس السوشيبل to work اشتغلوا معاهم to work with. Is there any information missing هل في معلومات ضايعة من فاطمة في السي في. Her CV CV بتاعها ينقص عنوانها home address and contact details وزائد plus her interests اهتماماتها. Summer Sorry, my sister works with young children as a not كجزء من فريق بتاع as a part of من غير أي حاجة as part of جزء من فريق. Summer is also good not money كويسة مع الفلوس with good at جيد فيه good for جيد لي. Dalia has not the accounts تاخد كلمة do يبقى عايز تصريف تالت يبقى done.
My ambition is to visit the northeast. أزور الشرق البعيد. Far east. Which courses would you like to not? الكورسات اللي انت عايز تعملها. كورس بتاخد do. Do courses. What exams, grade, would you need to not? الدرجات الجامعية انت عايز تخشها في الجامعة. Enter. What qualification, المؤهلات, would the university courses اللي هي تديها لك. Give. What have you not since you left university? كنت بتعمل ايه من ساعة ما تركت الجامعة؟ Been doing. Not your uncle, no. You are trying to find another job. هل عمك عارف انت بتدور على وظيفة تانية؟ ولا واحدة تنفع. ليه بقى؟ He's عايز الفاليفاي ان جي. Who's عايز الفاليفاي ان جي. You are عايز الفاليفاي ان جي. Where عايز الفاليفاي ان جي. يبقى ولا واحدة دول هتنفع تبقى does عشان عمك مفرد. يبقى رقم 2 تبقى does. مفيش إجابة تحت. How would you feel not we asked you هتشعر بيه لو سألناك if Mr. Farag has been working for his uncle company شغال في الشركة بتاعة عمه since بعديها ماضي بسيط دور عليها يبقى since he left. The interviewer المحاور reported what not اللي اتقال لك. What was sorry انا عديت واحدة معلش. At the moment في هذه اللحظة Mr. Farag not in Nasser City دي حقيقة. Lives يعيش. المحاور بلغك اللي اتقال. What was said Mr. Farag تختار if أو أداة استفهام فاعل فعل في الماضي. فاعل فعل في الماضي يبقى دي اف وهي فاعل وهات بصد فعل في الماضي. دور على الماضي الجملة تتحل. He told me that he not as a sales as كان بيشتغل ماضي had been working. He not that not و that يبقى said أو explained أو complained. He said that دور على الماضي يبقى had sold. He said that he was a sociable person and so he دور على الماضي يبقى would enjoy بعد enjoy verb find g يبقى talking. I promise that I would contact هتصل بيه contact him. Manal told her friend قالت صاحبتها that her brother was helping her كان بيساعدها with the homework not afternoon. This تتحول ل that. طارق زي ما قلنا نقط و that يبقى explained أو complained أو said. منى shouted قالت that دور على الماضي يبقى The animal was dangerous. كريم admitted يجي بعدها ذات عشان في فاعل. فاعل فعل في الماضي. هو حللها. Could go. At the moment في اللحظة دي هو بيدرس في الجامعة انجليزي. دي عادي جملة عادية. At the moment مضارع مستمر is studying. Her contact information is important. معلومات التواصل بتاعتها مهمة. Not the company. فاعل وكان أو could أو may أو might يبقى سوزت لذلك. اعمل الجملة دي. Report the sentence. اعملها report. بلغها. حولها من direct to direct. من مباشر إلى مباشر. I can swim really fast. يبقى he said that he could swim. ماضي على طول. Which sentence is not correct ليست صحيحة. احنا نقول الجملة دي طبعا بها فيها فعل في الماضي لكن هي مش متحولة هنا يبقى الفعل في المضارع. يبقى James said he will help me. Which words complete the sentence
أي من هذه الكلمات تكمل الجملة. Maria apologized for not coming. She said she had been busy في الماضي. It was previous day. It was not that. المنتج هيتسحب من السوق. It was suggested من المقترح. Ron warned حذرني. يبقى إما تو يبقى not to. يبقى حذرني أنا me not to. Trust ما ثقش في البنت الجديدة. The manager accused Karen اتهمها اتهم of doing بعمل online shopping أثناء ساعات العمل. Why did he say that؟ لماذا هو قال الكلام ده؟ حولها أنا عايز أعرف. يبقى هو I would like to know why he said that. I would like to know why he said that. Can you help me please؟ ممكن تساعدني؟ حولها. John wanted me to help him. تنفع رقمية. John wanted me to help him. ما هي رقمية زي رقم دي. I will give you your money back tomorrow. رجع لك فلوس بكرة. يبقى وعدتني. She promised me to give the money back the next day. She promised me to give the money back the next day. وبكده حلينا التلات يونتات اللي بعديهم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكومنت وتشاركه مع زمايلك يا ريت، وتشاركه في الجروبات وتقول لزمايلك ان المراجعة دي ان شاء الله مش هيطلع بره الامتحان، فيها اسئلة كتيرة على كل المنهج ومن بره المنهج وحصص مصر والنماذج الاسترشادية، وهتساعدكم كتير والله. حياتك ذاكر واجتهد واعمل اللي عليك وان شاء الله خير. ما تنساش تتفرج على المراجعات اللي قبل كده بالترتيب، المنهج كله بالترتيب. وسؤال الرايتنج هو اول مراجعة في 10 دقايق، واللقاء فيديو اخر. مع تحياتي استاذ مدحت رمزي.